كويز. كنت اعتبر اليوم في صالح احسن لاعب تونسي حاليا أي. ولا في اليوم. المستقبل اليوم تو تخممش برشا عاد عندي وقت اول واحد جاي لبالك والله الملاعب الوحيد ربما الرافيه غد مستقبل القدام محمد علي برمضان احسن لاعب في تاريخ تونس ما طاهر الشايبي احسن لاعب انتدبته انت برشا ما نحبش نحرج اكثر واحد جاك البالك اول واحد جاك البالك اجنبي ولا تونسي تونسي وش تحرجني برشا ولا اجنبي ما يسالش اجنبي مزوز يقعدوا سالو تجود رمان تراوري شكون احسن مسير خلقته تونس شايف في تونس برشا يسميني واحد نعرف برشا باش تقول لي كل جنب باش تقول لي برشا نحب واحد ما نجمش نسمي لك برشا والله نقول عم عمر البحري ربي يطول في انفاسه احسن مسؤول خدمت معاه مني قلت لك كل واحد وسيفته من حمودة بن عمار شريف بن لمين مسؤول اليوم تشوف فيه روحك يوسف العلمي احسن مدرب تونسي خدمت معاهم الكل شو نقول لك كل واحد وخاصيته من نجمش نسمي لك اسمها لانه بصراحه مش تفزاد لي اللعبه تو هكا لا مش نقول لك علاش مش نقول لك علاش بصراحه باش كل واحد عنده خصال كبار من يوسف الزواوي الفوزي بنزرتي اي سميني واحد سميني واحد نبيل معلول ومرأة برشا من الفنادق ناخذ يوسف الزواوي اللي تقولوا له باش ناخذه ناخذ يوسف الزواوي احسن مدرب في تاريخ تونس خلقته تونس حسب النتائج مجيد الشتالي باهي شكون اقرب لاعب ليك اقرب لاعب قبل كان برشا اما كنت عندي برشا عطف لانه خذي ساعات لهم زل صغير بالكل والناس كله اللي هو وسام بن يحيى اللي الناس كلها قالوا لي كيفاش هكا زميم كان زميم ومشى وقتها عندنا برشا ملاعبيه وكيب قويه ولاموا عليا هما هو شكون اخر زاد ساعات يا اخي وسام يحيى مسيح شكون اكثر لاعب ما تفهمش معاه كنت لا ما عنديش اكيد فمش حتى حد مسيره ما شاء الله من عام 94 اكيد فما لاعب كنت ما تفهمش معاه برشا ما نقولوش برشا نقولوا شويه على الاقل لي. ما نخرجوش من النص وما تفهمش انا لا لا تحب تسميها ما يتخالفوا في الراي اعطيني يتخالفوا في الراي عارفوا في بالك انا ما نحب على لسانك هكا باش تقول لا 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 والله لا خاطر كلهم كانوا كيف بعضهم كل واحد باش اعطيني واحد من بصراحه ما نجمش اكثر مسؤول به ما تفهمش معاه بيت تخالفوا في الراي نقول تخالفنا في الراي مع السيد نجي اقوى جمهور العبد ضده اصعب جماهير عندك جماهير القروان جماهير السيابي هدف قعدت في بالك ما تنساش هدف درامان تراوري في مرمى الاتحاد الرياضي المنستير شوت ملاعبي خدام كان برشا علي بومنيجي بالعكس تو ملاعبي كركان اي في لونترينمون ما يحبش لونترينمون مش سامي لك ملاعبي ما خليني مش نقولك عليه حاجه ما يسالش اسامه السلامي اما تقلب ملاعبي يعمل برشا مشاكل اي مشاكل من النوع خاطر انا المشاكل تختلف انواع الكل لا ما عندي شيء برشلونه خطا عملت وندمت عليه غلطه تعتبر روحك عملت اللي يخدم يغلط اي اكثر حاجه غلطت فيها ما نتذكرش غلطت غلطه كبيره في حق النادي الفريقي بالحق ما غلطت الجمله لا لا يعطيني غلطه صغيره عملتها لا غلطت في اختيارات اعطيني غلطه صغيره ما عادش عندي وقت لا غلطت في اختيارات مثلا ما نعرفش فما زوز انتدابات في الاجانب ملاعبي اما ما قعدوش معنا في الافريقي ملاعبي ما نذكروش خاطر ملاعبي من فما حارس دابور جبته وما قعدش برشا في النادي الافريقي وخرج هو حارس المنتخب الغاني سامي اجي واللي كانت خساره بعده وبصراحه من الحاجات اللي ندمت عليها ربما في التفريط فيه اخر سؤال في كلاسيكو ديسبيرونس ويتوال شكون تشجع؟ كلاسيكو ليسبيرونس ويتوال هما زوج فرق تونسية دابا شكون تحب يربح؟
اللي هي اللي يربح سحالي يعطيني اسم دبلوماسي برشا سي صالح. لا لا مش دبلوماسي. ما تحبش تجاوبني. لا مش نقول لك انا نحترم الجماهير كله نحترموني باش نقول حتى ولو نتمنى في حاجه نخليها لروحي. اما زوج فرق تونسيه ان شاء الله يلعب خير ويكمل مع اخر بريك اللي هي ليكيب تي.